السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متتبعينا الكرام في حلقة جديدة ودائما على قناتكم شروحات للمعلوميات. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على طريقة إنشاء حساب أدسنس، سواء كان أو سوف نتطرق إلى طريقتان. الطريقة الأولى بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون موقع إلكتروني ويريدون أن يقوم بالاشتراك في أدسنس مباشرة بدون قناة اليوتيوب أو شيء من هذا القبيل. أما بالنسبة للطريقة الثانية فهي تخص أصحاب قنوات اليوتيوب ويريد أن يقوم بإنشاء حساب أدسنس ويقوم بربطه بالأدسنس الخاص بقناته، يقوم بربط قناة الخاصة به بأدسنس. ذلك ما سوف نتطرق إليه في هذه الحلقة إن شاء الله. كما العادة إخواني الكرام، قبل ذلك أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب بالنقر على زر الاشتراك، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى تتوصلون بكل جديد. القناة كذلك أدعوكم إلى عمل لايك لصفحتنا على الفيسبوك. جميع الحلقات الخاصة بالتقنية نقوم برفعها على قناتنا، كذلك نقوم بنشرها على صفحتنا على الفيسبوك. للمزيد من الفيديوهات وكذلك مجموعة من الشروحات يمكنك زيارة قناتنا على اليوتيوب. إن شاء الله سوف تجد كل ما سوف تبحث عنه. بالنسبة لأي شخص لديه مشكل أو شيء من هذا القبيل يمكنه مراسلتي على صفحتي على الفيسبوك، كما العادة الروابط تجدونها في الديسكريبشن الخاص بالفيديوهات التي نقوم برفعها على قناتنا على اليوتيوب. كما قلت في حلقة سابقة قمت بالتطرق إلى ما هو أدسنس، طريقة إنشاء، كذلك عدة الأسئلة حول أدسنس قمت بالتطرق إليها في الحلقة الأولى. قد قمت وعدتكم بأنني سوف أقوم بإنشاء دورة حول أدسنس. اليوم إن شاء الله سوف نقوم بإنشاء حساب أدسنس بطريقة سهلة جدا. كما قلت إخواني الكرام، أول شيء يجب أن تتوفر على أول شيء قبل أن تقوم بإنشاء هذا الحساب أدسنس، يجب عليك أن تقوم بقراءة سياسة أدسنس من البداية حتى النهاية. لماذا يجب عليك أن تقوم بقراءة سياسة أدسنس؟ لأن العديد منا فقط يريد أن يقوم بالربح، لكن لا يعرف بعض السلبيات والإيجابيات هذه الطريقة التي سوف يقوم بالربح من خلالها. فمثلا أدسنس، فالعديد من الأشخاص يقومون بالربح من خلال هذه المنصة، سواء من خلال موقع إلكتروني أو من خلال قناة يوتيوب أو غيرها من الأشياء. كما قلت، فالأدسنس فهو رائع وكذلك منصة جيدة جدا، ولكن صارمة في نفس الوقت. لماذا صارمة؟ لأن عندما تقوم بمخالفة هذه السياسة يتم قفل حسابك، ولن تستطيع أن تقوم بالاشتراك في أدسنس مرة أخرى. لهذا يجب عليك أن تقوم بقراءة سياسة أدسنس قبل أن تقوم بفتح حساب. فعلى سبيل المثال سوف أختصر لكم الأمر. لتقوم بإنشاء حساب أدسنس يجب عليك أن تقوم بمراعاة مسألة كثرة الحسابات أدسنس، فيجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب أدسنس واحد كي تتجنب هذه المشاكل. يجب عليك أيضا أن تقوم بعدم مخالفات سياسة أدسنس، هناك العديد من المخالفات لا أستطيع أن أقوم بالتطرق إليها في هذه الحلقة. لهذا سوف أضع لك هذا الرابط الخاص بسياسة برنامج أدسنس لكي تقوم بقراءتها قبل أن تقوم بالاشتراك في الحساب أدسنس. جيد، بعد أن تطرقنا إلى الموضوع الأول فيما يخص سياسة أدسنس، سوف نتطرق الآن إلى كيف تقوم بإنشاء حساب أدسنس. كما تلاحظون إنشاء إخواني الكرام، هنا إنشاء حساب جوجل، يجب أن تتوفر على حساب جيميل، فالعديد منا يتوفر على حساب جيميل. جيد، الآن كما تلاحظون سوف نقوم بإنشاء حساب جيميل بطريقة سهلة جدا. أول شيء هنا سوف تقوم بكتابة الاسم الخاص بك، مثلا أنا محمد للنسب، هنا كذلك سوف تقوم بكتابة اليوزر الخاص بك، فمثلا على سبيل المثال هل سوف يتم إيجاد هذا أم لا؟ ننتظر قليلا. كما تلاحظون لم يتعرف على هذا الأخير، سوف نقوم بكتابة محمد مثلا. هنا تقوم بكتابة كلمة المرور الخاص بك، هنا تقوم بتأكيد كلمة المرور، بعد ذلك تقوم بعملية التسجيل.
تقوم بالنقل على التالي. جيد، أنت الآن بعد أن تقوم بإنشاء حساب جيميل، فأنا قد قمت بإنشاء عدة حسابات ولدي حساب أدسنس، لهذا لا أقوم لا أستطيع أن أقوم بإنشاء حساب آخر. جيد، الآن سوف نتوجه إلى جوجل أدسنس، هذا هو المنصة الخاصة بجوجل أدسنس كما تلاحظون إخواني الكرام. كما قلت الطريقة لإنشاء الحساب، جيد كما قلت إخواني الكرام، بالنسبة لطريقة التسجيل الأولى في حساب أدسنس، بالنسبة للأشخاص الذين يمتلكون مدونة أو موقع إلكتروني ويريدون أن يقوم بالربح من خلال هذه الموقع الإلكتروني أو المدونة الخاصة به، يجب عليه أن يقوم بالاشتراك في أدسنس. فالعملية بسيطة جدا، عندما تكون هناك عندما تتوفر على حساب جيميل فمباشرة سوف يتم تسجيل به الحساب أوتوماتيكيا. للإشارة فقط، فيجب أن تقوم بوضع الإيميل أو الجيميل الخاص بالمدونة الخاص بك أو الموقع الإلكتروني الخاص بك وتربطه بهذا الحساب مباشرة. سنقوم بالنقل على الاشتراك الآن. بعد أن تقوم بالنقل على الاشتراك الآن سوف تظهر لك هذه الصفحة الجديدة. ننتظر قليلا حتى يتم إعادة توجيهنا إلى الصفحة. كما تلاحظون معي هنا سوف تجدون مجموعة من المعلومات، كما تلاحظون موقع الويب، كذلك هنا البريد الإلكتروني، يجب عليك أن تقوم بوضع البريد الإلكتروني الذي كما قلت لك يجب أن يكون هذا البريد الإلكتروني مربوط بالموقع الويب الخاص بك. يمكنك أن تقوم بوضع رابط القناة الخاص بك أيضا هنا أو رابط الموقع الخاص بك. فعلى سبيل المثال يجب أن يكون الموقع الخاص بك كما قلت بالنسبة للأشخاص الذين يريدون الربح من خلال الموقع الإلكتروني، كما قلت فهم يعرفون جيدا الأشياء التي المتطلبات التي تحتاجها، مثلا 20 مقال وغيرها من الأشياء الأخرى التي يجب عليك أن تتوفر عليها لكي تقوم بالربح من خلال هذا الأخير. هنا سوف تقوم كما قلت بوضع البريد الموقع الإلكتروني الخاص بك. سوف أقوم بجلب إحدى المواقع الإلكترونية الخاصة بي، مثلا هنا لدي مجموعة من المدونات، سوف أختار مثلا هذه المدونة. سوف أقوم بتحميل الرابط الخاص بها، ثم نتوجه إلى هذا الخيار نقوم بوضع رابط المدونة هنا. كذلك هنا يجب أن تقوم بوضع البريد الإلكتروني الخاص بك. سوف أقوم بوضع البريد الإلكتروني جيد، بعد ذلك سوف تجد هذا الاختيار الثالث، تلقي المعلومات المفيدة عن أدسنس على عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك، وأنا أنصحك بأن تقوم بوضع علامة صح على هذا الخيار. لماذا هذا الخيار؟ لأن جميع الأشياء المتعلقة بالموقع الإلكتروني الخاص بك سوف يصلك على عبر البريد أو عبر البريد الإلكتروني الخاص بك أو عبر الجيميل الخاص بك. نقوم بعملية الحفظ والمتابعة. جيد، كما تلاحظ الموقع الويب الخاص بنا نقوم بوضعه مرة أخرى، تم تحديده كما تلاحظون معي هنا العنوان URL للموقع. هنا نقوم بالنقل على المتابعة. جيد إخواني الكرام، بعد ذلك سوف يتم توجيهنا مباشرة إلى هذه الصفحة الجديدة. يمكنك أن تقوم بمشاهدة هذه الأشياء الخاصة بأدسنس، نقوم بعملية البدء. بعد ذلك هنا سوف تظهر لك هذه الصفحة، وهذه هي أهم صفحة كما قلنا مسبقا. هذه الصفحة تتضمن المعلومات الحقيقية الخاصة بحسابك والمعلومات التي توجد على البطاقة الهوية الخاصة بك، يجب عليك أن تقوم بوضعها بشكل صحيح على حسابك أدسنس بشكل صحيح، لا تقوم بالكذب أو شيء من هذا القبيل. أول شيء كما تلاحظون معي هنا سوف نقوم بملء هذه الاستمارة. هنا سوف تجد في اختيار الأول معلومات العمل نوع الحساب، كما تلاحظون في الشاشة الآن كما تلاحظون فالمعلومات هنا، فإذا لاحظتم معي هنا فالمعلومات فهي فارغة. لماذا؟ لأننا لم نقم بعد بتسجيل المعلومات الخاصة بنا. أول شيء سوف نقوم به نتوجه إلى نوع الحساب، كما تلاحظون سوف نختار، وسوف تجد هناك حسابين، هناك حساب فردي وهناك حساب أو نشاط تجاري. نحن سوف نختار فردي لأن ليست لدينا شركة أو شيء من هذا القبيل. هنا سوف تقوم بالنسبة للاسم والعنوان، سوف تقوم هنا بكتابة الاسم الشخصي الخاص بك وكذلك النسب الخاص بك.
الاسم والنسب سوف تقوم بكتابتهم أن يكونوا بشكل صحيح لا يكونوا مزيفين أو شيء من هذا القبيل. بالنسبة للعنوان يجب أن تقوم بكتابة العنوان المتواجد على البطاقة الهوية الخاصة بك كي لا تقع في مشكلة كما قلت. بالنسبة للعنوان الثاني يمكنك أن تقوم بكتابة أي شيء مهم متعلق بعنوانك مثلا المدينة وتقوم بإتباعها برقم الهاتف الخاص بك من الأفضل. جيد، بعد ذلك سوف تقوم بالاستمارة بشكل صحيح. هنا بالنسبة للمدينة سوف تقوم بكتابة المدينة التي تنتمي إليها. لماذا؟ لأن عندما يتم مراسلتك من طرف أدسنس سوف يقومون بإرسال كود البين، وهذا ما شرحته في إحدى الحلقات. يتم إرساله مباشرة إلى المدينة التي تنتمي منها. مثلا أنت من مدينة معينة ولديكم مقاطعة معينة أو جهة معينة، يمكنك أن تختار الجهة التي تنتمي منها بالنسبة للاختيار. أما بالنسبة للكود بوستال كما قلت إخواني الكرام، سوف يجب أن يكون هذا الكود بوستال خاص بالمدينة التي تنتمي منها. على سبيل المثال سوف أريكم، كما تلاحظون هذا كود بوستال الخاص بالمغرب. هنا سوف تقوم بكتابة المدينة، مثلا مدينة أكادير على سبيل المثال. سوف أقوم بعملية البحث. كما تلاحظون معي هنا سوف يعطيك هنا المدينة، وهنا سوف يعطيك المنطقة بالتحديد. كما تلاحظ معي هنا سوف يعطيك الكود البوستال. كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتحميل الكود البوستال على هذا الشكل، تعمل له كوبي ثم تتوجه مباشرة إلى حسابك أدسنس، تقوم بإضافته إلى الحساب. كما قلت سوف تقوم بوضعه في الرمز البريدي. لماذا سوف تحتاج إلى هذا الرمز البريدي؟ فعندما يتم إرسال لك الكود من طرف أدسنس يجب أن يكون العنوان بشكل صحيح حتى لا تقع في مشكلة، لأن هذا الكود البين هو الذي سوف تقوم بتفعيل به حسابك أدسنس، وهذا ما تطرقت إليه في إحدى الحلقات. سوف أضع لك رابط أسفل الفيديو إذا كان يهمك الأمر. بعد أن تقوم بملء كما قلت إخواني الكرام الاستمارة بشكل صحيح، سوف تقوم في الأسفل سوف تجد رقم الهاتف. يجب عليك أن تقوم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك بشكل صحيح، لا تقوم بكتابة أرقام مزيفة أو شيء من هذا القبيل، لأنه سوف يطلب منك قبل قليل سوف يطلب منك أن تقوم بتأكيد الرقم الهاتف الخاص بك. سوف يتم إرسال كود إلى رقم الهاتف الخاص بك، ويجب أن يكون هذا الهاتف شغال أو هذا الرقم شغال، لأنه سوف يتم تفعيل الحساب عن طريق كود سوف يتم إرساله عبر الهاتف، وهذا ما سوف نلاحظه. نقوم بعد ذلك بالنقر على إرسال. جيد إخواني الكرام، كما قلنا بعد أن قمنا بوضع رقم الهاتف نقوم بعملية الإرسال. بعد ذلك سوف تظهر لك هنا تأكيد رقم الهاتف. هناك سوف يعطيك خياران، الخيار الأول وهو رسالة نصية، الخيار الثاني مكالمة صوتية. من الأفضل أن تختار الاختيار الأول رسالة نصية حتى تتجنب بعض المشاكل، ثم بعد ذلك تقوم بالحصول على الرمز التحقق سوف يتم إرساله إلى عبر الهاتف. بعد ذلك سوف يصل الكود إلى عبر الهاتف مكون من 6 أرقام سوف تقوم بإضافته. بعد ذلك تقوم بعملية الإرسال. جيد، كما تلاحظون تم تفعيل الأمر بنجاح. الآن سوف نتوجه إلى سوف تظهر لك هذه الصفحة، سوف يطلب منك أن تقوم بوضع هذه الشفرة الخاصة بالـ HTML على هذه السكريبت الخاصة بتفعيل الحساب أدسنس الخاص بك من خلال الموقع الخاص بك. سوف تقوم بتحميل هذه الشفرة الخاصة بأدسنس ثم تتوجه بها مباشرة إلى بلوجر الخاص بك. كيف ذلك؟ سوف أريكم الطريقة. نقوم بتحميل الشفرة ثم نقوم بالخطوات التالية، تابعوا معي الطريقة فهي بسيطة جدا إخواني الكرام. كما قلت تتوجه إلى مدونة البلوجر الخاص بك، كما تلاحظ معي تتوجه إلى المظهر. بعد أن تتوجه إلى المظهر تذهب إلى تعديل على الـ HTML ثم تنتظر حتى يظهر معك القالب الخاص بك. جيد، كما تلاحظ معي هنا سوف تتوجه مباشرة إلى أسفل هذا الوسام الهيد كما تلاحظ معي هنا. هنا سوف تقوم بوضع السكريبت بتفعيل كما قلت لتفعيل الموقع الخاص بك أو لتفعيل حسابك أدسنس. جيد، فأنا لن أقوم بالأمر فسبق أن قمت بذلك، فقط أريد أن أقوم بأشرح لكم الطريقة. جيد، كما قلت إخواني الكرام بعد ذلك سوف تقوم بالموافقة على الشروط، وكذلك سوف يتم تفعيل حسابك بعد غضون 24 ساعة على أكثر التقدير.
هذه كانت هذه الطريقة كما قلت إخواني الكرام، فهي بسيطة جدا لإنشاء حساب أدسنس. أتمنى إخواني الكرام أن تكون الطريقة قد نالت إعجابكم. كذلك الشرح، لا تنسوا الشرح القادم إن شاء الله سوف نتطرق إلى طريقة إنشاء حساب أدسنس انطلاقا من قناتك على اليوتيوب، حتى تقومون كما قلت تعرف على جميع الطرق لإنشاء حساب أدسنس بطريقة سهلة جدا. إلى هنا إخواني الكرام، أتمنى أن تكون حلقتنا الخاصة بهذا اليوم قد نالت إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله. نشكركم للمشاهدة، إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الإعجاب والاشتراك والتعليق.